بسم الله الرحمن الرحيم. تلميذات تلاميذ أعزاء، مرحبا بكم في هذا الدرس من دروس مواصلة التعليم عن بعد، وسنخصصه إن شاء الله في مادة الاجتماعيات لأحد دروس مادة الجغرافية، وهو الدرس الثامن من دروس الكتاب المدرسي والدرس الثاني من دروس الدورة الثانية. هذا الدرس معنون باليابان قوة تكنولوجية، وبالتالي سنعمل على مراجعة هذا الدرس من خلال مجموعة من العناصر. العنصر الأول وهو الجانب المعرفي، العنصر الثاني المفاهيم والمصطلحات، وفي الأخير سنحاول أن نركز على الجانب المهاري. فيما يخص الجانب المعرفي، طبعا الحال من خلال الدرس الذي سبق أن درستموه داخل فصولكم الدراسية، يجب أن تكونوا قد أدركتم مجموعة من المعلومات ومجموعة من التقنيات في هذا الدرس، ومن بينها أن تكونوا قد استطعتم تقديم تعريف لليابان وتوطينه في المجال العالمي، وكذلك تحديد خصائصه الطبيعية والبشرية، إضافة إلى تصنيف المشاكل التي يواجهها اليابان. كذلك يجب أن تكونوا قد استطعتم تمييز ومعرفة العوامل التي ساعدت في تطور هذا البلد رغم المشاكل التي سنتطرق إليها، وفي الأخير أن تذكروا لنا بعض خصائص الاقتصاد الياباني. سنبدأ في البداية بسؤال، وهو اعطي تعريفا لليابان محددا موقعه، وهذا ما يرتبط بقدرتكم على معرفة توطين الدروس أو الدول التي ندرسها في المجال العالمي. ضروري أن نعتمد في هذه المرحلة على الوسيلة الأساسية وهي الخرائط. إليكم خريطتين، الأولى أمامكم والثانية. الخريطة التي أمامنا في الأعلى توضح لنا موقع اليابان في العالم، أما الخريطة الثانية فتوضح لنا موقع اليابان في وسطه البحري وضمن مجاله الجغرافي القاري. إذا نظرنا إلى الخريطة الأولى، فإنكم طبعا الحال يجب أن تكونوا قد عرفتم بأن اليابان هو بلد ينتمي إلى القارة الآسيوية، وأنه يقع في جزئها الشرقي. إضافة إلى ذلك، في الخريطة الثانية توضح لنا بأن هذا البلد هو بلد عبارة عن جزيرة، ولأنه محاط بالماء من كل جهة، ولكن ليست جزيرة متصلة، وإنما مجموعة من الجزر تكون ما يعرف بالأرخبيل، ويصل عددها إلى أكثر من 3000 جزيرة، لكن أهمها أربعة، وهي جزيرة هوكايدو وجزيرة هونشو وشيكوكو وكيوشو. إذن هذه هي الجزر الأربع الأهم في هذا البلد، وبالتالي يمكن أن نعطي تعريفا لهذا البلد كالتالي: اليابان بلد يقع في شمال الشرقي للقارة الآسيوية بين دائرتي عرض كما تلاحظون 30 و40 درجة شمال خطي الاستواء، وهو عبارة عن أرخبيل يتكون من مجموعة من الجزر يفوق عددها 3000 جزيرة كما قلنا بأسمائها التي ذكرناها. وهو بلد كما تعرفون معروف في العالم بأنه بلد معجزة. لماذا؟ لأنه رغم هذه الظروف التي نراها وهذا الصغر الحجم، إلا أنه بلد متقدم خاصة من الناحية التكنولوجية. بعد ذلك سننتقل في الجانب المعرفي الثاني وفي السؤال الثاني إلى أن نحاول أن نتذكر أبرز الخصوصيات الطبيعية لليابان، يعني بماذا يمتاز هذا اليابان من ناحية الطبيعية، وما هي المشاكل التي تسببها الطبيعة لهذا البلد. سنعتمد في هذا الجزء على ملاحظتكم من خلال الصور التالية: الصورة الأولى كما تلاحظون، والصورة الثانية، والصورة الثالثة، والصورة الرابعة. كل هذه الصور ملتقطة من اليابان، وكلها تعبر عن مجموعة من الكوارث التي يعاني منها هذا البلد. نضيف إليها صورا أخرى كما تلاحظون، هو هذه الخريطة التي تبين لنا أن هذا البلد من شماله إلى جنوبه مليء بالبراكين النشيطة وكذلك حتى غير النشيطة. يضاف إليه أنه بلد معروف بكثرة الهزات الأرضية. ثم في الأخير نلاحظ بأنه بلد يقع في مجال بحري مضطرب نظرا لموقعه قرب الدائرة القطبية نسبيا، فبالتالي يتعرض لتيارات بحرية
بشكل مستمر وتكون هذه التيارات مدمرة. هكذا نستطيع انطلاقا من ملاحظتكم استخراج ما يلي: أن هذا البلد مساحته صغيرة لا تتجاوز 378 ألف كيلومتر مربع، يعني أنه بالمقارنة مع بلدنا المغرب فهذا البلد أصغر من المغرب مرتين، لأن يعني مساحتنا نحن تقريبا حوالي 710,850 كيلومتر مربع، مما يظهر أن هذا البلد صغير جدا. كذلك اليابان ليست بلدا متصلا كبلادنا أو كثير من البلدان، كما قلنا هو عبارة عن مجموعة من الجزر المنفصلة فيما بينها، وكذلك يطغى عليها طابع الارتفاع بحيث تسيطر الجبال أو تمثل الجبال ما يقرب من 85% من مساحة البلاد. تعرض هذا البلد باستمرار للزلازل، حيث يقدر العلماء أنه يتعرض إلى أكثر من 5000 هزة سنويا ما بين خفيفة ومتوسطة وقوية. يضاف إليها افتقار هذا البلد لجل الموارد الطبيعية المعدنية والطاقية، إضافة إلى قساوة الظروف المناخية نظرا لتعرضها للأمطار موسمية شتوية وصيفية عاصفية. وهنا يطرح السؤال طبيعة الحال: ما الذي يجعل هذا البلد متقدما؟ أي على ماذا يعتمد لكي يصبح رغم هذه الظروف الصعبة أنه من البلدان المتقدمة ونموذج تحتدي به كثير من الدول؟ هل هو جانبه البشري أم هل هو جانبه التقني أو ماذا؟ نبدأ بأول عنصر مساعد لليابان، هو الجانب البشري، ونطرح السؤال هنا: ما هي أبرز الخصائص المميزة للساكنة اليابانية؟ وأساسا نركز من حيث العدد ومن حيث البنية العمرية ومن حيث طبيعة الحال مميزات أخرى. نبدأ بالجانب الأول والمرتبط ب من حيث العدد. ربما تذكرون بأن اليابان من البلدان التي تعرف ما يعرف بظاهرة التناقص الديموغرافي. ما معناها؟ يعني أن هذا البلد رغم سكنته الكبيرة بالمقارنة مع مساحته إلا أن عدد الوفيات فيه يفوق عدد الولادات، مما يجعله يعرف تناقصا طبيعيا. كذلك ساكنته معظمها تستقر في المناطق الحضرية بنسبة 79%. أما من حيث البنية العمرية، كما هو معلوم بأن اليابان يعرف بالشيوخ الشباب لأنه بلد فيه نسبة عالية من السكان الذين يصلون سن الشيخوخة، وأمد حياتهم مرتفع جدا يصل إلى 84 سنة. من الخصائص الأخرى المميزة لليابان، وهذه هي عنصر أو هذا هو عنصر القوة في هذا البلد، هو أن هذه الساكنة أولا تمتاز بأن نسبة التعليم فيها مرتفعة جدا تصل إلى 99%، وذات مستوى تعليمي عالي، يعني استخدام انترنت والصحف ومجال البحث العلمي فيها متطور جدا. ثم البطالة فيه متدنية، يضاف إليه أن هذا الشعب الياباني من مميزاته أنه شعب يمتاز بالحيوية وبارتفاع ساعات عمله اليومية. هذا فيما يخص الخصائص البشرية. يبقى هنا: ما هي العوامل المساهمة في تطور اليابان إذن؟ نجد من بينها أولا اعتماد نظام تحفيز المستخدمين. ومعنى هذا نظام تحفيز المستخدمين؟ أول شيء هو أن العامل لا يشتغل في مؤسسة واحدة، بل إنه ينتقل في مؤسسات تابعة لنفس المجموعة، مما يجعله ينوع في أنشطته وبالتالي يكون له القدرة على الإبداع وكذلك مزيد من العطاء. كذلك أن البلد يخصص نسبة عالية تعتبر الأعلى تقريبا في العالم من ناتجه الداخلي للبحث العلمي، وهذا هو كذلك عنصر من عناصر تفوقه وتقدمه. ثم انتشار الاستثمارات اليابانية في مختلف القارات وبقيم مالية عالية جدا. نضيف إليه مواكبة تطور الصناعات اليابانية لحاجيات وتطورات العصر، ثم كذلك توفرها على شركات عملاقة تحتكر مختلف مراحل الإنتاج تسمى بكريتو. إذن هذه بعض العناصر التي تساعد في قوة اليابان، وبالتالي ساعدته في تعويض النقص الذي يعانيه في المجال الطبيعي ويخص الموارد الطبيعية. السؤال الخامس: ما هي مميزات الاقتصاد الياباني؟ ونركز هنا بالأساس على القطاعات الثلاث: التجارة، الصناعة، والفلاحة. فإذا نظرنا إلى
مكونات هذا الاقتصاد نجد بأن القطاع الأهم هو قطاع التجارة. فهذا القطاع يستفيد أولا من توفر بنية تحتية طرقية ممتدة وجيدة، ثم تنوع في الواردات، لديه مواد أولية وغذائية وجهيزية وصادرات وآلات وجهيزات من حيث الصادرات، لكن هذا يخلف لديه عجزا في ميزانه التجاري. أما فيما يخص الصناعة فنلاحظ أولا أن هذه الصناعات تتجمع على شكل مركبات صناعية فيما يعرف بالتكنو بول، ثم أنها تحتل المراتب الأولى في معظم الصناعات العالية التكنولوجيا، وهذا ما يوفر لها مداخل كبيرة لاقتصادها، رغم أن الصناعة لا تشغل ولا تساهم إلا بحوالي 27% من الناتج الوطني الإجمالي. أما الفلاحة فطبيعي أن يكون هذا القطاع حسب ما لاحظناه من خصائص طبيعية لهذا البلد قطاع ضعيف نظر لضيق المساحة ونظر للزلازل والبراكين وغيرها من الأمور الأخرى، ولكن مع ذلك نجد أن اليابان تحتل مراتب مهمة في إنتاج مجموعة من المواد الغذائية. يفسر ذلك بأن هذا البلد يعتمد بالأساس على المكننة، حيث أنه نجد مثلا يحتل المرتبة الثانية عالميا في عدد الجرارات في العالم. أما فيما يخص الجانب الثاني في مراجعتنا لهذا الدرس وهو المرتبط بالمفاهيم والمصطلحات الأساسية، فنقسمها إلى عنصرين، هناك مفاهيم مرتبطة بدرس اليابان وهناك مفاهيم مرتبطة بمجموعة من الدروس المشتركة فيما بينها. فنجد من المصطلحات الخاصة باليابان تسونامي، كريتسو، ميغالوبول، تكنوبول، أرخبيل، شبكة مواصلات، أمد الحياة، تزايد الطبيعي، تناقص الديمغرافي، الكثافة السكانية. إذن ما عليكم إلا ونحن نجيب عن هذه المصطلحات والمفاهيم إلا أن تدركوا هل أنتم قادرين على تقديم تعريف لكل مصطلح، وإلا علينا القيام بمراجعته من جديد. سنبدأ أولا بمصطلح تسونامي. تسونامي يقصد بها موجات من المد العالي البحري العالي التي تعقب غالبا الزلازل التي تقع في البحر وتضر المناطق أو تضرب المناطق الساحلية. الميغالوبول هو المدينة العملاقة وهو شريط من المدن المترابطة فيما بينها، يكون تجمع حضاري يتكون من عدة ملايين من السكان ويمتد على مجال ترابي واسع لمسافة تزيد أحيانا 1000 كيلومتر. ثم تكنوبول وهو عبارة عن مركب صناعي جد متطور يضم التكنولوجيات العالية أو ما يعرف بصناعة الذكاء. ثم شبكة الموصلات، أدوات إلكترونية دقيقة تتميز بكونها وسيطية بين الأدوات العازلة. ثم كريتسو وهي مؤسسات ضخمة تندمج فيها مقاولات وأبناك ومحلات تجارية الكبرى وتشرف على كل مراحل الإنتاج والتوزيع، مثال مجموعة ميتسوبيشي. أخيرا أرخبيل، والأرخبيل هو عبارة عن مجموعة من الجزر الكثيرة والمتقاربة. إذن هذه المصطلحات الأساسية الخاصة بدرس اليابان. أما المصطلحات التي نجدها مشتركة مع مجموعة من الدروس ليس فقط حتى في المستوى الثالث إعدادي، قد نجدها في السنة الثانية والأولى ولاحقا إن شاء الله في المستويات التأهيلية. نجد أولا المصطلح أمد الحياة، فهو تعريف وطريقة. تعريفه هو متوسط العمر الذي يعيشه سكان بلد أو منطقة ما، ونحصل عليه بقسمة مجموع أعمار المتوفين على عددهم. ثم مصطلح التزايد الديمغرافي، هذا المصطلح هو ارتفاع عدد سكان منطقة ما ويحدث عندما تفوق نسبة الولادات نسبة الوفيات. ثم التناقص الديمغرافي، ونقصد به تراجع عدد سكان منطقة أو بلد ما نتيجة ارتفاع نسبة الوفيات مقارنة بالولادات مثل ما يحدث في اليابان. وأخيرا الكثافة السكانية، ونقصد بها يقصد بعدد السكان في الكيلومتر المربع، ونحصل عليه بقسمة مجموع السكان على مساحة البلد الذي نريد معرفة كثافته. إذن هذه أبرز
المفاهيم الأساسية التي يجب معرفتها والتي تعتبر مشتركة مع باقي الدروس الأخرى. ننتقل الآن إلى الجانب الثالث وهو الجانب المهاري، ويرتبط أساساً بسؤال الذي أمامنا. رقم واحد، حول معطيات الجدول التالي إلى مبيان بالأعمدة. إذا الجدول يتعلق بتوزيع نسب الاستثمارات الخارجية لليابان سنة 2012. إذن لدينا منطقة الاستثمار ولدينا نسبته: أمريكا الشمالية 50.8%، الاتحاد الأوروبي 22.5%، آسيا الشرقية 18.7%، أمريكا الجنوبية 5.8%، أستراليا 1.4%، إفريقيا 0.8%. إذن قد يكون الأمر يتطلب منا نوعا من التفكير في نوع المبيان الذي يجب أن نعتمده، ولكن لأن السؤال وضح لنا المطلوب هو أن نرسمه بالأعمدة، فما علينا إلا أن ننتقل مباشرة إلى رسمه. فبالتالي العملية تنطلق كما يلي: لا بد أولا من أن نرسم معلما يضم محورا للأفاصيل ومحورا للأراتيل، ثم نقوم بوضع تدريجات كما نلاحظ هنا طبعا الحال ذات مقياس 10%. إذن 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60%، ونضع هنا بطبيعة الحال النسبة المئوية حتى نعرف ما على مدى اعتمدنا في تحديد العنصر الذي ندرسه. ثم المناطق، إذن نبدأ أولا بالولايات أمريكا الشمالية، استثمارات اليابانية في أمريكا الشمالية والتي تصل إلى 50.8، فنحددها كما يلاحظون هنا 50%، وبالتالي 50.8%. ثم الاتحاد الأوروبي نسبته 22.5%، وطبعا الحال نحدده كما يلي انطلاقا من المعلم والتدريجات. إذا لدينا 20 نأخذ 22.5، بعدها آسيا الشرقية 18.7%، وكذلك أمريكا الجنوبية بنسبة 5.8%، بعد ذلك أستراليا 1.4%، ونرسم ونعطي لكل بطبيعة الحال لكل دولة أو لكل منطقة لونا معين، وأخيرا إفريقيا بنسبة تصل إلى 0.8%. عندما ننتهي من توطين هذه النسب على هذا المبيان لا يجب أن نغفل عن ضرورة وضع المصدر وكذلك العنوان. بعد أن نكتب المصدر نكتب كذلك العنوان، فهو أمر ضروري، ولا يجب كذلك أن ننسى المقياس، فهذه شروط ضرورية عند رسم المبيان. ننتقل هنا إلى مرحلة أخرى، هو أن هذا المبيان طلب منا أن نرسمه بالأعمدة، ولكن يمكن أن نرسمه كذلك بطريقة أخرى وهي ما يسمى بالمخطط القطاعي. والمخطط القطاعي نوعان، فإما أن يكون دائريا أو يكون نصف دائري. عندما يكون نصف دائري نعلم بأن النصف دائرة درجتها هي 180 درجة، وعندما يكون دائري فنسبة أو درجات الدائرة هي 360، ونحن لدينا نسبة مئوية. إذن أول خطوة يجب أن نعمد إليها هي ضرورة تحويل مجموعة النسب الواردة لدينا في الجدول إلى درجات. كيف ذلك؟ إذن نعتمد الطريقة الثلاثية، قد نختصرها إجمالا ونقول بأن نعتمد 3.6 في النسبة المئوية، ولكن الطريقة الثلاثية هي النسبة التي لدينا في 360 مقسوم على 100. إذن بالنسبة لأمريكا الشمالية تعطينا 182 درجة، بالنسبة للاتحاد الأوروبي 81 درجة، وبالنسبة لآسيا الشرقية 67.32 درجة، وأمريكا الجنوبية 20.88 درجة، أستراليا 5.04 درجة، إفريقيا 2.88 درجة. إذن بعد أن نقوم بهذه العملية سيكون أمامنا أن ننتقل إلى الخطوة الموالية، وهي أن نوطن هذه النسب
أو بالأحرى الدرجات في المخطط القطاعي. إذن هذا الجدول أمامنا بعد أن حسبنا النسب ووضعناها أمامنا لكي نسهل العملية وتكون أمامنا الجدول وأمامنا عملية الرسم. إذن الدائرة، إذن يجب أن نرسم دائرة مكتملة. أول عنصر نقوم به هو رسم الشعاع وهو نصف قطر الدائرة. بعد ذلك نأخذ المنقلة ونحاول أن نوطن عليها 182 درجة. إذا كما نلاحظ طبعا الحالة لدينا الأولى وهي أمريكا الشمالية، إذا أردنا أن نحددها بعد استعمال المنقلة سنجد 82 درجة هنا كما نلاحظ. ننتقل بعدها إلى الاتحاد الأوروبي، نسبته كما نلاحظ هي 22.5%. إذن هنا إذا لاحظ 22.5%. بعد ذلك ننتقل إلى آسيا الشرقية ونسبتها وهي 67.32% كما نلاحظ في الخط الذي أمامنا. ثم بعد ذلك لدينا أمريكا الجنوبية وأستراليا بنسبة تصل إلى 5.04 وأخيرا إفريقيا ب 2.88%. إذن يبقى أمامنا أن هذا المخطط القطاعي غير مكتمل، لأننا لا نعرف إلى أين هي أمريكا الشمالية وأين هي الاتحاد الأوروبي. إذن هنا ضرورة أن نعتمد الألوان أو نعتمد رموز معينة. سنمر إلى هذه العملية. هذه الدائرة لدينا طبعا الحال، نبدأ بأمريكا الشمالية نعطيها مثلا اللون الأخضر وهكذا طبعا الحال نوطنها على هذه أو على هذا المخطط. بعد ذلك نعطي مثلا لون آخر وهو اللون البني للاتحاد الأوروبي، ثم نخصص آسيا الشرقية مثلا باللون البرتقالي ونوطنه كما نلاحظ في الوثيقة التي أمامنا. بعد ذلك ننتقل إلى أمريكا الجنوبية وهي 5.8%، وأستراليا حوالي نسبتها 1.4%، أخيرا إفريقيا بنسبة حوالي 0.8%. هكذا نكون قد أكملنا عملية تلوين المخطط القطاعي. يبقى أمامنا مرحلة أخرى وهي ضرورة أن نوثق المصدر كما نلاحظ هنا في الميبيا الذي أمامنا، ضرورة كتابة المصدر والعنوان بطبيعة الحال. وفي الأخير نشكركم على حسن تتبعكم.